تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوضع خطة شاملة لتخفيف الازدحامات وانسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، صرح سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة قد انتهت من إنشاء مدخل من جسر الشيخ عيسى بن سلمان إلى منطقة لبسيتين، وذلك في إطار مواكبة النمو العمراني في منطقة لبسيتين والمناطق الواقعة شمالية المحرق. وأوضح سعادة الوزير بأن المشروع المنجز عبارة عن المرحلة الثالثة من تطوير تقاطع جسر الشيخ عيسى بن سلمان مع طريق 2841، حيث تمت إضافة مدخل من جسر الشيخ عيسى وبالتالي خلق مسارات جديدة تسمح بالدخول إلى منطقة لبسيتين لتخفيف الضغط المروري على شارع الغوص. وأضاف خلف أن الطاقة الاستيعابية القصوى لهذا الطريق ستصل إلى 1800 مركبة في الساعة لكل اتجاه، ما سيؤدي إلى تقليل حجم الحركة المرورية بنسبة 40% وبالتالي تخفيف الازدحام المروري. طبعا اليوم عندنا افتتاح الطريق الجديد المؤدي الى منطقه لبسيتين من جسر الشيخ عيسى، اللي يعتبر المرحله الاخيره في تطوير تقاطع الطريق 2841 مع جسر الشيخ عيسى. طبعا هذا الطريق راح يقلل نسبه الازدحام بدرجه 40% على تقاطع شارع الغوص مع جسر الشيخ عيسى للقادمين من المنامه والمتجهين الى منطقه لبسيتين.